أنا اشتريت شقة في عقار مخالف وعايز أعرف مين المسؤول عن إتمام عملية التصالح، أنا ولا المالك اللي بنى العمارة؟ حاضر. السؤال يعني اللي تعب ناس كتير جدا. الأصل إن المخالفة دي جريمة. يعني المخالفة دايما عقوبة، وعقوبتها هي هنلاقي يا الحبس يا الغرامة في المباني، تمام، وهي جنح. الأصل في القانون انها على اللي عملها، اللي هو المالك، اللي مالك العقار اللي باع لك، ده الاصل. ولكن يا جماعه برضو لازم نشوف احنا الرؤيه شكلها ايه. انا النهارده المالك ده مش موجود، المالك ده خلع، مش هعرف اجيبه. انت بقيت المالك، لما يجوا يعملوا لك قطع مرافق او ده، فانت من مصلحتك تتصالح. والقانون كمان، قانون التصالح قال ايه؟ من حق اي حد يثبت انه صاحب صفه او صاحب مصلحه في العقار انه يتقدم بطلب تصالح ونقبله منه. تمام. فالاصل طبعا على المالك، لانه هو اللي احرر الواقعه او المخالفه، لكن المالك ده مش موجود. انت انت مصلحتك انت. يعني لا، يعني الموضوع شويه ايه، مداير ما بين القانون والمنطق. طب الراجل خلاص بعلق البتاع، يقطع المرافق ولا في دماغه، ودور علينا. انت متضرر. في ناس كتير جدا اللي بنقول عليهم الكحول ولا يعرفوا يوصلوا لحد. فلا، نقول للناس هو يتصالح، انت المشتري صالح، وعشان في مواعيد في التصالح، فما تضيعش الفرصه دي منك، وبعد كده نبقى نشوف. لو عارفين نرجع عليها نرجع عليه، لو لاقيين له مكان، ما انا ممكن برضو ارجع عليه واخد حكم وما الاقيش حاجه انفذها. يبقى ما هو الا اني تكبت اتعاب محامي ودفعت وبزود الاعباء. ايوه صح. طيب.